يستمر تعطل حركة القطارات ببريطانيا بسبب إضرابات عمال السكك الحديدية للمطالبة بزيادة في الأجور وتحسن في بيئة العمل، في حين لم يتراجع زخم الاحتجاجات في مواجهة ارتفاع الأسعار. أعلنت شركات السكك الحديدية عن اضطرابات كبيرة اضطر بعضها إلى إلغاء جميع الرحلات. يعد هذا هو الإضراب الثاني لعمال السكك الحديدية ببريطانيا في غضون 3 أيام بعدما شاركوا الأربعاء الماضي، إلى جانب معلمين ومسؤولين حكوميين في أكبر إضراب بالبلاد منذ عقد.